يقول هذا السائل في تعريف العبادة فيما سبق كنتم تقولون امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع وفي هذه السنة قلتم اتباع خطاب الشرع الجواب أننا قلنا هذا قبل هذه السنة وذكرنا أن المذكورة في القرآن هو الاتباع كقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنفا فالتعبير بالاتباع أولى وأكمل من التعبير بالامتثال وان كان الامتثال صحيحا لكن موافقه خطاب الشرع احب الينا واولى